تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعين مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معاي اليوم في برنامجنا هذا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذة نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق المبدع الأستاذ وائل قواسمة، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما أول فقرة من فقراتنا هي فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم أول خبر تحت عنوان خبر محلي أو عالمي، إطلاق أول برنامج تدريب نوعي للإنعاش القلبي الرئوي في العالم. ومثل ما ذكرناكم أو مثل ما عودناكم دائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا هاي المستجدات اليوم أختنا الزميلة أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية واليوم تحت عنوان صعوبة التخلص من الشحوم بعد التقدم في العمر، وبتكون أيضا معانا أخصائية التغذية من هيئة الصحة بدبي، وبنتكلم عن تكوين الشحوم في الجسم، وأيضا كيف تتكون الشحوم وكيف التخلص منها، ومواضيع أخرى حول هذا الموضوع. موضوعنا الأخير خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان تقوية المناعة عند الأطفال والكبار، وبتكون معانا عبر الهاتف الدكتورة ندى الملة، طبيب وأخصائي أول، وأيضا مديرة مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي. نرجع مستمعينا الأعزاء لخبرنا لهذا اليوم، وهو إطلاق أول برنامج تدريب نوعي للإنعاش القلبي الرئوي في العالم. شهدت دبي مؤخرا إطلاق أول برنامج من نوعه في العالم للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، وذلك ضمن مبادرة دبي مدينة القلب السليم التي تنظمها هيئة الصحة بدبي، وتستهدف منها إلى رفع معدل إنقاذ حياة المصابين بالتوقف المفاجئ للقلب، وأيضا من 5% وهو المعدل العالمي إلى 65% خلال الأربع دقائق الأولى من الإصابة. جاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين هيئة الصحة بدبي وجمعية القلب الأمريكية التي تولت إعداد وبناء البرنامج التدريبي خصيصا لمبادرة دبي مدينة القلب السليم، حيث وقعنا هيئة الصحة بدبي الدكتور فهد باصليب استشاري القلب ورئيس لجنة القلب السليم والمدير التنفيذي لمستشفى راشد بدبي، وعن الجمعية الدكتورة زهراء الهلالي المديرة الإقليمي لجمعية القلب الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستهدف مستمعين الأعزاء المبادرة هاي إلى توفير 10,000 جهاز AED على مستوى مناطق دبي كافة، وذلك بالتعاون والمشاركة البناءة القائمة بين هيئة الصحة بدبي والعديد من الجهات والدوائر الحكومية في دبي، والتي أسفرت عن توفير 3,800 جهاز من الإجمالي المستهدف. كما انتهت صحة دبي مؤخرا بالتعاون ومشاركة مجموعة من الجهات المعنية والمتخصصة من تدريب 23,000 متطوع ضمن برنامج الإسعافات الأساسية.
وننتقل من فقرة الأخبار مستمعينا إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. نور شروخ يا عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذا عاتم رجبي. صباح النور والسعادة أختي أسماء. شو بتخبرينا اليوم عن المستجد في وسائل التواصل الاجتماعي؟ تقريبا نحن مثلا نأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وكنا حاطين يوم أمس نصيحة أو أشياء لازم الواحد يسويها خلال يعني المصافحة والسلام، يعني هالأشياء كلها نبتعد عنها، وكيف واحد ممكن يبادر بالسلام مع الحفاظ على التباعد الجسدي. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا نصيح عليها أن شو الأشياء اللي لازم الواحد يسويها خلال الأشياء اللي لازم يمتنع عن القيام فيها أو ما يسويها خلال تواجده في النادي الرياضي. من أهم الأشياء أو من أهم النصائح اللي نحن نعددها في كل أنواع الطلعات اللي موجودة، أن الواحد إذا حس أنه مو بخير أو تعبان أو عنده أعراض ما يطلع من البيت، يعني الأفضل أنه يكون مرتاح صحيح وما يظهر ويخالط الأشخاص وهو عنده أي أعراض مرضية. أيضا من النصائح المهمة واللي نأكد عليها دائما أنه الدفع من خلال الطرق الذكية، مثل يعني عن طريق التليفون أو عن طريق الأشياء اللي ما تحتاج فيها أن واحد يعني يتبادل الأمور النقدية باليد. أيضا الكمامات وايد مهمة، والمحافظة أهم شيء على يعني في الزيارات أن الواحد ما الحضن وهالأشياء شوي نساعد عنها الفترة. أيضا نأكد أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي فقط عن طريق نظام المواعيد المسبقة، فدائما من الأشياء توصلنا وما زالت توصلنا هل أن ممكن نحن نحظى بدون موعد. جميع مراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي تحتاج إلى موعد مسبق من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال الرقم المجاني. حاليا أيضا من ضمن الأشياء يسألوننا إياها اللي تطعيم فايزر بيونتك، جميع المواعيد اللي يعني الموجودة لأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة وخطفها الأول والمهن الحيوية اللي خذوا مواعيدهم بشكل مسبق خلال مثلا نقول شهر يناير تم إعادة جدولتها، وحاليا هم اللي هم الأولوية في الوقت الحالي. أيضا المواعيد الجديدة هي فقط لمن هم 60 سنة وما فوق، وهذه لفترة بسيطة لأن تعرف أخوي عبد الله الكبار السن هم عرضة أكثر لمضاعفات فيروس كورونا. تقريبا يعني هاي الأشياء اللي كنا مركزين عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع أخذ الاحتياطات الاحترازية ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، بنذكركم بمراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. قبل أن نأخذ الفاصل، مراكز الفحص التي تتطلب مواعيد مثل ما ذكرت أختي أسماء، أن جميع مراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي بالنسبة للقاح تحتاج إلى أخذ موعد مسبق. أما مراكز الرعاية الصحية الأولية وهي مركز ند الحمر الصحي ومركز المنخول الصحي ومركز الطوار الصحي ومركز ند الشبا الصحي وأيضا مركز السيلي الصحي، طبعا هاي المراكز تحتاج إلى موعد مسبق. أيضا من ضمنها مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة وأيضا نادي النصر الرياضي. أما مراكز الفحص التي لا تحتاج إلى موعد مسبق هي منصات فحص كوفيد 19 بمراكز التسوق بإمارة دبي، مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة، وأوقات العمل من الأحد إلى الأربعاء من 10:00 صباحا حتى 5:00 مساء. ومستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا بتكون فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان صعوبة التخلص من الشحوم بعد التقدم في العمر. بتكون معنا الأستاذة أو أخصائية التغذية الأستاذة فاطمة
الخروصي أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا معاها اليوم عن التخلص أو صعوبة التخلص من الشحوم بعد التقدم في العمر، وأيضا اليوم بنتكلم عن كيفية تكوين هاي الشحوم وأسبابها وكيفية التخلص منها وما هو النمط الحياة الصحية ومواضيع مختلفة أكثر عن هذا الموضوع. نقول دائما مستمعين خلكم معنا مع فاصل صحة وسعادة، فاصل راجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الثانية بتكون مستمعينا الأعزاء عن صعوبة التخلص من الشحوم بعد التقدم في العمر. على مدى السنوات من حياتنا مستمعين يقوم الجسم دائما بتكوين الشحوم، وهذا طبعا يرجع بشكل أساسي إلى الأنماط الحياتية التي نتبعها جميعا. طبعا مع التقدم في السن تكون الشحوم قد تراكمت ومعها يصعب التخلص منها. اليوم شرفنا تكون معنا الأستاذة وخبيرة التغذية أخصائية التغذية الأستاذة فاطمة الخروصي للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع. أستاذة فاطمة صبحك الله بالخير والنور والعافية. الله يصبحك بالنور والسرور أستاذ عبد الله، تفضل. الله يحييك أستاذة. طبعا من يعني عنوان الفقرة اليوم صعوبة التخلص من الشحوم، طبعا هناك يعني فئة كبيرة من الناس الحقيقة عندهم صعوبة يعني من التخلص من هاي الشحوم اللي تتراكم مثل ما قلنا، سواء للتقدم العمر أو مرات يعني فاطمة حتى يعني نمط الحياة اللي تخلي الإنسان مرات ما يقوم بعمل تمارين يعني رياضية مستمرة بشكل دوري، فأيضا تأثر. فحابين الحقيقة يعني في البداية تعطينا فكرة عن كيفية تكوين، كيف تتكون أختي فاطمة الشحوم في الجسم؟ صحيح، طبعا أول شيء جسم الإنسان أصلا يحتوي على عدد من الخلايا الدهنية الثابتة، أي إنسان عنده خلايا دهنية ثابتة وهاي لا غنى عنها، يعني الإنسان محتاجنها في جسمه أصلا مكونة من ضمن العضلات الموجودة في جسمه. صحيح. لكن تحمل مصادر احتياطية من الطاقة. كيف يعني؟ يعني الإنسان إذا مثلا صادف أنه خلال اليوم كان مخزون الأكل أو الأكل اللي خذها خلال اليوم أو الأطعمة اللي خذها خلال اليوم أقل عن حاجته، فالجسم سبحان الله يعطيه الطاقة من هاي الخلايا الدهنية الثابتة الموجودة في الجسم. أيضا عندنا بعض الفيتامينات مثلا اللي هي ما تذوب إلا في هاي الخلايا الدهنية، مثل فيتامين كاف، فيتامين دال، فيتامين اي وفيتامين اي، هذين كلها من هاي الفيتامينات ما يعني الإنسان يحتاجها الإنسان هاي الخلايا. لكن متى تتأثر هاي الخلايا الدهنية؟ إذا وتتراكم الدهون بزيادة، إذا كان الإنسان يأخذ سعرات حرارية مثلا من الأطعمة من النشويات أو الكربوهيدرات من البروتين من المشروبات اللي فيها سكريات عالية، من الأطعمة اللي فيها سكريات عالية والحلويات من المقالي، فتزداد حجم هاي الدهون الثابتة إلى حجم أكبر، ويوم يزداد حجمها فتسبب شو إلى سمنة، خاصة في المناطق اللي هي منطقة الأرداف منطقة البطن. عشان كذا دائما الإنسان يوم العد مع تقدم العمر يقول لك والله أنا في كرش، دائما في كرش لأن خد طاقة سعرات حرارية عالية خلال اليوم وما حصلت مثل ما تفضلت أخوي أي نشاط بدني، فتركزت في جسم الإنسان على شكل دهون وشحوم. صحيح. لهذا السبب دائما أستاذة فاطمة يعني هناك بعض الاعتقادات، وقد تكون يعني صححيني إذا أنا غلط، أن بعض الاعتقادات أن أنا والله ما أحتاج إلى أخذ يعني الدهون، علما بأن أنت ذكرتي في البداية بأن هناك أوريدي يعني خلايا عفوا الخلايا الدهنية موجودة في جسم الإنسان وتحتاج هناك بعض الفيتامينات على أساس أنها تشتغل بالشكل الصحيح، لابد أن تكون هناك يعني الخلايا الدهنية موجودة.
أستاذة فاطمة، إذا تحدثنا عن الأسباب، يعني هل هناك في أسباب واضحة لتكوين الشحوم أو تراكم الشحوم في الجسم؟ وأيضا ما هي العلاقة؟ نحن في البداية ذكرنا بأن الأنماط الحياتية اللي نحن نتبعها بشكل يومي أيضا لها تأثير، فما هي العلاقة بين النمط الحياة وبين يعني تراكم الشحوم؟ شوف أستاذ عبد الله، هو في نمط حياة وممكن في تدخلات يعني غصبا على الشخص خاصة كبار العمر إن هي ممكن تزيد هاي المشكلة، لكن مو معنات هذا إن أنا ألجأ يعني أو أضخ لهاي الأسباب. أول شيء هو نمط الحياة، إذا كان الإنسان أصلا عنده خمول في جسمه، ما في حركة، ما في نشاط، شيء طبيعي إنه ما بيحرق الطاقة اللي دخلت جسمه عن طريق الأطعمة، فبالتالي تركز هاي الدهون. في شيء ثاني مثلا اللي هي الطاقة اللي ياخذها الإنسان، كميات الأكل اللي ياخذها لازم تكون محددة، ما ياخذها بطريقة عشوائية. كل ما كبر الإنسان في العمر كل ما احتاج سعرات حرارية أقل، ما احتاج سعرات حرارية كثيرة مثل مرحلة الشباب والطفولة. أيضا بعد في هاي من ناحية نمط الحياة. أما من ناحية الأسباب الثانية اللي هي ممكن الإنسان يصاب مثلا في أمراض مزمنة، هاي الأمراض ما تخلي الإنسان أصلا يلجأ لي أخذ أدوية. فبعض الأدوية اللي هي فيها مثلا نقول مضادات الاكتئاب ممكن تزيد من زيادة الوزن، ممكن عندنا المضاد للتشنجات أو لأدوية السكري ممكن تزيد هاي المشكلة. الأطعمة أو الأدوية اللي فيها نسبة كورتيزون عالي، هاي سبب من الأسباب. أيضا بعد من نمط الحياة الاسترس اللي صاب فيه الإنسان خلال فترة عن اليوم أو الضغوطات النفسية اللي تستوي له، يرفع عنده هرمون اسمه هرمون كورتيزول. هذا الهرمون إذا ارتفع فيساعد على أنه يبطئ من عمليات الأيض في جسم الإنسان، بالتالي يفقد الطاقة، ما تنفقد بسرعة، تكون منخفض الطاقة والحرق عنده يعني الحرق عنده يكون منخفض. هاي كلها صحيح. أسباب ممكن أن تزيد. أيضا حتى الإنسان اللي في مع تقدم العمر يكون عنده فقدان في العضلات بشكل عام، يعني فهاي فيفقد الإنسان العضلات أكثر من الدهون. حتى لو تلاحظ أغلب الناس اللي يكونوا كبار في العمر يبون يمارسون أي رياضة، إذا كانت هاي الدهون مخزنة أصلا من زمان، فيبون يمشون يسوون على أي رياضة أو فيها مجهود بدني يتعبون بسرعة، نتيجة أن الجسم ما يفقد الدهون، يفقد أول شيء الطاقة أو الكربوهيدرات بدل الدهون، فتم مخزون الدهون عنده دائما في صعوبة أن تنزل. صحيح. أستاذة فاطمة، بسبب أن نحن نتحدث اليوم عن يعني تراكم الدهون أو الشحوم بعد تقدم العمر، لو تعطينا بعض الأضرار أستاذة فاطمة، ما هي أضرار يعني إذا تراكمت الدهون على الصحة العامة وبالأخص عند الكبار السن عفوا، وإلى أي مستوى يمكن يعني تقبل الشحوم من غير أضرار صحية على الإنسان؟ هو بالنسبة للأضرار اللي ممكن الإنسان يتعرض لها خلال هالفترة، إنه يكون أعضاء الداخلية للجسم مثل الكبد مثلا يتجمع عليها مثلا نوع من الدهون أو التشمع الكبد، إحنا نقول ممكن يكون في الشرايين تصلب الشرايين فتتراكم الدهون في الشرايين، فالإنسان يعرض لتصلب الشرايين. أيضا ارتفاع دائما في مستوى الكوليسترول، ولاحظنا في الفترة الأخيرة اللي يهنا من عمر مثلا 35 وفوق عندهم ارتفاع عالي في نسبة الكوليسترول خاصة مع زيادة الوزن. ممكن يكون ارتفاع في ضغط الدم، الإصابة بالسكري نتيجة تراكم هاي الدهون، لأن صحيح. الدهون تسوي مقاومة للإنسولين في جسم الإنسان، فيفرز يعني ينفرز عن طريق البنكرياس فيكون في مقاومة، بعدين يعني بعد فترة تلقى الإنسان إذا ما نزل وزنه ما قلت هاي الدهون يتعرض للسكر النوع الثاني. ممكن تعرض حتى للأمراض السرطانية بسبب تراكم هاي الدهون. يعني هاي الأمراض أو الأضرار اللي ممكن هو الإنسان يعني يتعرض لها. أما عشان أتقبل يعني أتقبل هذا الشيء أو يكون مثلا تقبل شحوم من غير أضرار، لازم دائما أطلع للمنتجات اللي أنا ألقاها في يعني في الجمعيات أو بشكل عام في الأماكن هاي، تكون في منتجات كثيرة. الإنسان الحين ما قام يأخذ بس منتجات كلها من خضروات فاكهة، يأخذ أشياء مصنعة، فدائما يفضل إنه يركز على المكونات اللي تكون فيها نسبة الدهون مثلا مهدرجة أو مهدرجة جزئيا. هاي كلها عبارة عن دهون مشبعة تدخل في جسم الإنسان، فإذا كان كميات الأكل يأخذ منها أو المنتجات هاي يأخذها من بكثرة، فهي تزيد من الدهون في جسم الإنسان.
ودائما ننصحهم يعني ان ياخذون الاطعمه اللي تكون قليله الدهون بعيدين عن المقالي. صحيح. هاي الاشياء اللي ممكن يعني الانسان يتقبل الاشياء من غير ضرورة. طبعا ياخذ البديل مثل زيت الزيتون في اضافه للسلطات، استخدام منتجات قليله الدسم، استخدام مثلا الدهون او الزيوت النباتيه بدلا من الزبده والسمن العربي. صحيح. وأيضا مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة، عندنا يمكن 3 دقائق نقدر نتحدث معك عن كيفية تجنب الشحوم. يعني نحن نعرف بأن مثل ما ذكرت أنت في البداية، الرياضة والتغذية السليمة أيضا ممكن الاثنين، يعني أن الإنسان يتجنب أنه يتراكم عنده الشحوم. فكيف ممكن أستاذة فاطمة هل يعني مثلا التغذية السليمة أم ممارسة الرياضة مع بعض لتجنب تراكم الشحوم لدى الإنسان؟ طبعا هو النظام الغذائي وممارسة الرياضة هذا شيئين مرتبطين في بعض. صحيح. فالإنسان دائما يتبع نظام غذائي يعني يحتوي على سعرات حرارية اللي هو يحتاجها، وإذا كان يعني هو ما عنده الخبرة عن هالموضوع يسأل عشان يحددوا له السعرات الحرارية. أيضا الأطعمة اللي هو ياخذها لازم ينتقيها من أطعمة موجودة عندنا في الأسماك مثلا فيها الزيوت الطبيعية، بس مجرد أن هي تكون أسماك لازم أكون طريقتي في الطبخ ما تكون على طول على بالقلي، يكون مثلا ممكن يكون شوي أو الطبيخ العادي نطبخ في البيت بس من غير القلي بالزيت، لأنه حتى لو قلينا بالزيت تتحول هاي الدهون في جسم الإنسان كميات كبيرة أو تضر الإنسان. أيضا ممارسة النشاط الرياضي المستمر اللي هو ما يكون في إجهاد على الإنسان، لكن بحيث أنه إذا خذ الطاقة المحتاجة من اليومية فهو يعني بيخسر أو مثلا ممكن يفقد أو يحرق هاي الطاقة عن طريق الرياضة. دائما نقول لهم هدوا أعصابكم، يعني الأعصاب الإجهاد اليومي، لأن الاسترخاء يعمل على زيادة معدلات الحرق. دائما نقول يشربون سوائل وايد خاصة الماء الكثرة لأنه يساهم وايد في زيادة عمليات الأيض عند الإنسان. أيضا من اللي هو نركز على الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفاكهة لأن فيها سعرات حرارية أقل إذا كان الإنسان من نوع الشرح، فياخذ كميات كافية من الفواكه والخضروات بين الوجبات أو مع الوجبات اللي هو ياخذها، ويبتعد طبعا عن الأطعمة اللي هي تسبب زيادة الوزن مثل الأطعمة اللي فيها سعرات حرارية عالية، الأطعمة اللي هي السريعة، هاي كلها يحاول قد ما يقدر يقلل منها. أستاذة فاطمة ما شاء الله عليك مبدعة، كل الشكر والتقدير لك ومعلوماتك الطيبة الحقيقة حول موضوع يعني النمط الحياة الصحية وكيفية التخلص من الشحوم، وكيف أن الإنسان يكون يعني يتجنب هاي الأمور على أساس أنه ما تتراكم عليه بعض المشاكل الصحية. الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، شكرا، مع السلامة. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل خدماتنا أو فقرتنا عفوا الثانية، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان تقوية مناعة الأطفال والكبار. مثل ما تعرفون مستمعينا خلال المرحلة هاي الكل يحتاج إلى أن تكون مناعة قوية. بتكون معنا الدكتورة ندى الملة، طبيب أخصائي أول ومدير مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي، بنتحاور معها حول هذا الموضوع والتفاصيل أكثر. خلكم معنا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعين الأعزاء، ومن دون شك أن المحافظة على الصحة العامة وتعزيز الوقاية والحماية من الأمراض سواء كانت الأمراض سارية أو غير سارية، كل هذا يحتاج إلى تقوية جهاز المناعة. ونحن دائما مستمعين الأعزاء نسمع عن جهاز المناعة وجهاز المناعة، ما هو شو جهاز المناعة ودوره وكيف نحن نقوي جهاز المناعة. يشرفنا اليوم أن تكون ويانا الدكتورة ندى
سعادة نجيب الملا، أخصائي وطبيب أخصائي أول ومدير مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ندى صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الورد أخوي عبد الله، صباح النور على الجميع في يوم الأحد الجميل هذا، بداية أسبوع إن شاء الله يكون بداية أسبوع حلوة وجميلة وكلها إيجابية إن شاء الله للجميع. الله يسلمك دكتورة، وصباح النور والسرور والسعادة لك أيضا. دكتورة، نحن يعني دائما نعرف بأن المحافظة على الصحة العامة وتعزيز الوقاية والحماية من الأمراض عن طريق تقوية الجهاز المناعي سواء للكبار وللأطفال. ونحن دكتورة يمكن خلال الفترة هاي وايد قمنا نسمع عن موضوع يعني تقوية الجهاز المناعي وكيف الإنسان يقدر يخلي الجهاز المناعي عنده قوي. لو دكتورة تعطينا فكرة، ما هو جهاز المناعة وشو دوره أصلا الأساسي وكيف يعمل جهاز المناعة لدى الإنسان؟ طبعا الجهاز المناعي هو عبارة عن منظومة من العمليات الحيوية اللي تقوم فيها أعضاء وخلايا الجسم بغرض حماية الجسم من الأمراض والسموم والخلايا السرطانية وغيرها. هالمنظومة كيف تشتغل؟ المنظومة دورها الأساسي هو في التعرف على أي جسم غريب يدخل جسمنا. قد يكون هذا الجسم عبارة عن بكتيريا، فيروسات، طفيليات، فطريات، قد يكون أكل، قد يكون غبار، قد يكون أي شيء، كل شيء يدخل جسمنا يتعرف عليه جهازنا المناعي وعلى أساسه يحدد رد الفعل راح تكون. هل هذا يعتبر هذا اللي دخل عندنا في جسمنا صديق مثل ما نقول أو شيء مسالم ما يحتاج أن أخذ اتجاهه أي رد فعل، مثلا أي رد فعل تحسسي ما في داعي أن أنا أحفز دفاعات الجسم، أو هل دخل الجسم الحين لا جسم غريب من مميزاته أنه ممكن يؤذي الجسم مثل طفيليات والفيروسات والبكتيريا وغيرها، فلازم أنا أقضي عليه عشان قبل ما يسبب المرض في الجسم. فهذا أول جزء من الشغلة. ثاني جزء اللي هو الأهم شيء، أهم شيء في جهازنا المناعي اللي هي الذاكرة. يعني احنا لو الناس تفكر ان كمية الاشياء اللي تدخل اجسامنا عن طريق الانف، عن طريق الفم، كل ثانية يدخل في جسمنا شيء صحيح. من اكل، من غبار، من حبوب تطلع، من عطور، من من, من من اي شيء، اي شيء احنا في محيطنا يدخل في اجسامنا، يتفاعل مع اجسامنا حتى على الجلد، اي كريم نحطها، الشمس، نلمس أشياء، كل هذا عبارة عن تفاعل بين جسمنا في كل ثانية مع المحيط الخارجي. فجهاز المناعي دور على مدار الساعة أن يكون ذاكرة لكل شيء إحنا نتفاعل معه. شو الغرض من هالذاكرة؟ لو جهاز المناعي ما كان عنده هالذاكرة بيكون في ضغط على جهاز المناعي أن كل مرة يدخل شيء كان يسوي ريستارت جديد للسيستم ويتعرف عليه من أول وجديد ويحدد هل هو زين أو مو زين، هل هذا محاربة أو لا. ولكن رب العالمين خلق الجهاز المناعي بذاكرة قوية اللي ميزاه من البداية إنه مو بعده خلاص حمر عادي ما في داعي جهاز المناعي يتفاعل معاه أو يفكر هل راح أضطر أن أحارب أو لا، واللي تعرف عليه الجهاز المناعي من قبل إنه هو عادي يسوي أذية للجسم راح يتفاعل معه مرة ثانية. وهذه أساس الحساسية. لما نقول الناس عندهم حساسية، شو معنى عنده حساسية؟ معناه جهازك المناعي كون ذاكرة ضد هذا الشيء، غبار، حبوب طلع، أكل، أيا كان، كون ذاكرة إن هذا الشيء لو دخل الجسم لازم أنا أدفع. هذا عبارة عن أدوية لازم أدفعل أنا ضده. وهذا بعد من أساسات التطعيمات. إحنا كيف نسوي، كيف شو فكرة التطعيم؟ نحن نعطي الجسم جزء من أي فيروس عشان جهازنا المناعي يتخيل كأن هذا الجسم دخل، هذا الجزء من الفيروس دخل جسمنا ويكون رد الفعل هذا عشان شيء نحس بالحرارة ويا الجسم ونحس كأن إحنا مرضى. نأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية صحيح. في الليل نحس كأن عندي زكام حتى وايد، يعني نقول الناس ممكن تيك أعراض إنفلونزا تحس عملت كأن أنفك مسدود، ألم في الحلق خفيف، ويع في الجسم، حرارة، لأن الجسم قاعد يدافع ضد هذا الدخيل ويكون الذاكرة اللي تساعده لو شاف الدخيل مرة ثانية يا يقضي عليه من البداية، يا إذا جهازه مناعي شوية ضعيف أو الدخيل هذا شوية قوي أو دخل الجسم في مرحلة جسمنا شوية تعبان بيسوي رد فعل، بيسوي عندنا أعراض ولكن ما راح تكون أعراض شديدة، لأن جهازه مناعي يتعرف عليه سريع. يعني أجهزة جهاز المناعي بخلايا يتعرف في خلال ثواني على الأجسام اللي تتخلى، فراح يكون عندنا أعراض لفترة، بعد هذا راح تخف، ما راح يتطور عندنا المرض. صحيح دكتورة. طبعا يعني بعد معرفة أهمية الجهاز المناعي طبعا نحتاج أن نقوي وبالأخص خلال المرحلة الحالية من الأمراض وأيضا المشاكل الصحية الأخرى. كيف يمكن دكتور تقوية الجهاز المناعي؟
هذا سؤال وايد مهم. لأن للأسف في وايد من الخرافات وايد منتجات تنباع بمسمى أنها تقوي الجهاز المناعي. جهاز المناعي يقوى بأشياء ترى متوفرة عندنا، ودائما نقول أساسها نظام الحياة الصحيح. أنا ما بقول صحي، الصحيح. إذا نظام حياتنا صحيح ترى الجهاز المناعي أوتوماتيكيا يكون يشتغل في أفضل صحة. ودائما أحب أشرح لمرضاي أقول لهم جهاز المناعي مثل مكينة السيارة. أنت مكينة السيارة كيف تحافظ عليها؟ تحافظ وديها السيرفيس، تغير لها آيل وغيره. جسمك وجهازك المناعي يحتاج أنك تحافظ عليه. كيف تحافظ على الجهاز المناعي؟ أول شيء أنا دائما أركز على موضوع النوم. النوم يأثر جدا. هي أخوي عبد الله، أنت لو تعرف عدد الناس اللي يجونا إنه يقول لك أنا أمرض بسرعة، أول أسئلة نسألها أقول أنت كيف نومك؟ لا والله دكتور أنا نام 2 في الليل وأنشل الدوام 6 الصبح. وين نوم الليل اللي أنت المفروض تحصل عليه؟ لا، النوم ما له خص. النوم له علاقة أساسية بجهاز المناعي وصحتنا بشكل عام. ليش؟ إحنا أجسامنا تتجدد في الليل مو في النهار. يعني يقول لك أنا أرقد 2 وأنشل 6، لكن أرد من الدوام أنام 4 ساعات ثانية أعوض رقاد الليل. صحيح. أمهات الله يحفظهم شو كانوا يقولون؟ ما في شيء يعوض رقاد الليل. هم طبعا ما يفهمون الأساس العلمي. أمهات الله يحفظهم ما يعرفون شو الأساس العلمي لهالمعلومة. لأن أجسامنا تتجدد في الليل، الخلايا، الجهاز المناعي، كل شيء بجسمنا لما إحنا نطفي الليل ليت وننام ويستوي ظلام، هني عقلنا يقول أوكي الحين انتهى نشاط اليوم، حان وقت إن أنا أعالج أصلح في الجسم وأجدد الخلايا، لأن الحين خلاص أنا ما بستغل جسمي خلال الليل، أنا أكون مرتاح، لا جهاز الهضمي المفروض يشتغل ولا ريولي تشتغل ولا، وخلاص أنا حتى عقلي المفروض يكون مرتاح في الليل. صحيح. فتبتدي التجديد. إذا أنا لا أحصل على قدر كافي من النوم، جهاز مناعي ما بيكون في أفضل طاقته إنه هو يدافع ضد الأمراض مهما كان المرض، من الإنفلونزا البسيطة إلى أكبر شيء. فالمحافظة على نوم سليم على الأقل 7 ساعات يوميا، وطبعا للأطفال 12 ساعة، الأطفال لازم ينامون 12 ساعة. الأمهات دائما يشتكون ولدي بسرعة يمرض، احرصي على أن يأخذ قدر كافي من النوم. حتى لو الطفل ما يروح المدرسة، دائما الطفل مثل يقول يعني يحده وقت النشر للمدرسة، حتى لو ما يروح المدرسة لا تخلوا الطفل ينام 11 و12 و1 من الليل على أساس أنه ما عنده شيء الصبح. خلوه ينام مبكرا 7-8، خلاص الطفل في السرير مستعد للنوم، يعني لازم يحصل على القدر الكافي من النوم في وقت الليل نفسه مو في وقت النهار. رقم 1. رقم 2، ممارسة النشاط الرياضي أيا كان. ليش؟ لأن نشاطنا الرياضي يعزز الدورة الدموية عندنا، والدورة الدموية هي تنقل الأكسجين والمواد الغذائية لكل أعضاء الجسم ومنها خلايا الجهاز المناعي. فلازم نحرص أن يكون في ولو نشاط بسيط إحنا نمارسه كل يوم. ودائما نقول الشيء المجاني والرخيص اللي هو شو؟ المشي. امشوا اي مكان، ما شاء الله الممشى متوفر في كل مكان، الا عليك تستثمر في تكرم جوتي رياضه زين وبس، وبعد هذا يكون مجاني. استثمر في المشي كل يوم، خذوا عيالكم معاكم تمشوا، منها تغيير جو ومنها انتوا وعيالكم تتمتعون بصحه افضل. صحيح. بعدين للنظام الغذائي. النظام الغذائي عشان يساعدنا على تقويه جهاز المناعه، بعض الاطعمه اللي للاسف احنا ننسى نتناولها خلال نظام غذائنا اليوم، مثلا الحمضيات، البرتقال والليمون والجريب فروت، الفلفل الاخضر، فليت الخضرة هذه غنيه بالفيتامين سي، لازم نقصها وناقلها في وقتها، لان الفيتامين سي موجود فيها يساعد على مقاومه الالتهابات. الاطعمه الغنيه بفيتامين الف، الكبده والجزر، الزنك اللي موجود في اللحوم والربيان. للاسف الناس صارت لها هبه تاخذ الزنك حبوب. صح. لما تقولهم ليش تاخذون حبوب؟ لا والله لاني ما اكل لحم. لاني ما اكل لحم ومفيد للمناعه وما اكل هي نعم لا يعني ترى الزنك الحبوب جدا متعب للمعده، الناس فيها لوعه بعدها وتتعب منها جدا. لازم تحرصون على اخذ الاشياء من مصادرها الطبيعيه افضل لكم انتم. فاحنا قلنا الزنك، وقلنا الفيتامين الف، وقلنا عن الفيتامين سي. كل هالمواد تساعد في تنظيم انقسام الخلايا مما يعزز المناعه. في مادة جدا مهمة اسمها السيلينيوم. السيلينيوم للأسف البعض يروج له لكن تأخذ له مكمل وموجود في العصير الفلاني. السيلينيوم هذا جزء أساسي لصحة الجهاز المناعي. عشان كذي نحرص نتناول شو وين نحصل السيلينيوم، وترى نحتاجه مثل يقولون 0.00002 يعني بالمايكروغرام. نقدر نحصل عليه من تناول الحبوب الكاملة وتناول المأكولات البحرية مثل المحار، هاي غنية جدا بالسيلينيوم. ايضا البروبايوتيك، وايد نسمع البروبايوتيك، هي بكتيريا الصديقه، البكتيريا احنا نحبها ونبغى تكون موجوده عندنا، وهي بكتيريا
عندنا بكتيريا نافعة اوريدي موجودة في جهازنا الهضمي وفي جسمنا بشكل عام. صحيح. بس نبغى نساعد جسمنا فناخذ هالبروبايوتيك اللي هي عبارة عن البكتيريا النافعة الموجودة في جميع أنواع الروب. كل أنواع الروب فيها بروبايوتيك. ناخذ كوب من الروب كل يوم يساعد جدا 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 في تعزيز صحة الجهاز المناعي. فاحنا نشوف من هذا الكلام كله اللي ذكرناه الحين انه هو عبارة عن اكلات عادية احنا نتناولها اصلا بشكل يومي. صحيح. ولكن بنقول نحرص شوية اكثر انها تكون موجودة مثلا كل يوم. احنا في هالموسم مثلا موسم زكام وحساسية وكحة، نحرص انها تكون موجودة بشكل يومي على مائدتنا عشان نعزز صحة الجهاز المناعي. نعم طبعا دكتورة ذكرتي انت نقاط مهمة وحيوية جدا الحقيقة في موضوع تقوية المناعة او مناعة الجسم، وايضا عطيتينا فكرة جميلة جدا عن أهمية هذا الجهاز اللي دائما يحمينا نحن الحقيقة من كثير من الأمراض والمشاكل الصحية. دكتورة لو ننتقل في حديثنا معاك عن فئة الأطفال، يعني الأطفال لهم دائما دكتورة ندى يعني خصوصية وأهمية تختلف عن البالغين وعن الكبار. كيف دكتور يتم حماية الأطفال، حمايتهم من يعني من هذا الموضوع، وكيف يمكن أن نحمي أطفالنا من موضوع أن يعني من الأمراض أو من هالأشياء وتقوية أيضا جهاز المناعة لديهم؟ طبعا الأطفال على عكس ما يفكرون الأهل، دائما يقولون الأطفال مناعتهم قوية. الأطفال مش مناعتهم قوية، الأطفال ما شاء الله مناعتهم قوية. دائما يقولون مناعتهم ضعيفة. ضعيفة صحيح. الطفل مناعته ضعيفة، ولكن الطفل مناعته قوية. مناعة الطفل القوية هي اللي تبين لما نلاقي عنده أعراض، لما يصير يلعب في التراب ولما تيل غبار فنحس أنه يتعب ويمرض، لأن جهاز المناعي يكون دائما ما شاء الله شغال 100%، فبسرعة يراوي رد الفعل لما الطفل يتعرض لأي شيء. مهم جدا جدا إحنا أول شيء نرد نقول عن موضوع النوم. الأطفال للأسف شريحة كبيرة من الأطفال ما تاخذ قسط كافي من النوم يساعدها انها تكون في افضل اداء لجسمها خلال النهار. هذا النوم جدا 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 مهم، ولازم نحرص ان الطفل انتظام مواعيد النوم عنده، يعني مو اليوم ينام 7 باكر ينام 10 ورا باكر ينام 12، حتى في اجازه نهايه الاسبوع لازم الطفل ينام من وقت، يتعود ان الساعه 7 الساعه 8 رايح ينام مهما كانت الظروف. ممكن اخر شيء في اجازه نهايه الاسبوع شويه يعني بيقعد مع الاهل، لكن النوم اساسي عند الاطفال. احنا دائما نوصي الاطفال ان نركز على امهات موضوع نوم الاطفال، لان صحه الاطفال تساوي النوم الجيد للطفل، لانه في مرحله النمو احنا دائما نقول مرحله النمو، وهذا النمو يحصل في النوم. الطفل ترى ما ينمو في النهار، في الليل هرمون النمو يطلع ويبدا يشتغل ويبدا يطول العظام ويساعد الطفل انه ينمو يكبر يطول وغيره. صحيح. رقم 2 طبعا موضوع المؤرق لكل الامهات تغذيه الاطفال، لان الاطفال طبعا ما شاء الله عليهم هالجيل طالع جيل نقاد، ما يعيب أي شيء، ما يبي طماط، ما يبي والخيارات موجودة وايد بعد دكتورة. والحمد لله الحمد لله على كل النعم، يعني ما شاء الله ما شاء الله. إحنا يعني أجدادنا كانوا صغار قلت ما كان نلقى شيء ناكله، وحين ما شاء الله على كثر الأنواع الأطفال طالعين نقادين، ما يبون يأكلون ولا شيء، ما يعيبهم شيء. صحيح. فيكون شوي الموضوع شوية صعب، لكن لاحظنا مع الأطفال بشكل عام ممكن الأهل يستصعب أو ما يحب يأكل فاكهة كاملة. كثير من الأطفال الفاكهة الكاملة حتى لو تقصص له تحس إنه ما يبي ياكلها. بعض الأطفال ممكن يتقبل العصائر أكثر، بس شو العصائر الفريش اللي إحنا نحضرها في البيت، مو العصائر متروسة الشكر الموجودة على الأرفف. إحنا نحضر عصير مثلاً البرتقال الفريش، نعوده شوي شوي يشرب مثلاً ربع كوب الصبح، يكون معصور فريش ونعطيه. ليش فريش؟ لأن الفيتامين سي الموجود في البرتقال طيار، يعني بسرعة يتطاير، خلال دقائق يتطاير خلاص ما يصير منه فائدة، لازم نعصره ونشربه. رقم 2 المشاركة. لما إحنا نبغى عيالنا يتبعون نظام حياة صحي، يأكلون فواكه، يأكلون تمر، وايد من الأهل يشكون عياله ما يأكلون تمر، وما شاء الله والتمر يعني يكفي، والطفل يأكل تمر يحصل بوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين دي وألياف وكل شيء، تلاقي في البيت أصلاً الأهل ما يأكلون. صح. بس هي تبغى هذا الياهل يأكل، أنت كلكم ما تأكلون. تلقين الأم ما تأكل. الأم ما تأكل، تجز من التمر أو ما تحب التمر أو لا، ما حد يأكل غير يمكن الله يحفظها اليدة، والياهل يشوف اليدة من أسبوع لأسبوع. احنا عشان نغرس اي طبع في عيالنا لازم احنا نمارس هذا الطبع. صعب جدا الطفل ترى يشوف احنا شو نسوي، يشوف احنا كيف ناكل شو ناكل وشو. لو انا كل يوم قاعده العصر حاطه قدامي كم من تمر وتفاحه وبرتقاله واقصص واكل، الطفل بطبيعته فضولي، اعطيني شوي اذوق اعطيني شوي اذوق. وما في شيء اهم شيء لما يجي يذوق الطفل اي شيء من الاشياء المفيده لانه باها عشان يعزز مناعته، اقول له لا 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 تعطون هذا لا يضر، لا 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 تسوي،
خلي لا لا انت ما بعيبك هذا هذا وايد حمص، لا نستبق، خلي الطفل يجرب ويذوق، لان جزء اساسي من امانات الطفل في الاكل. طبعا عيال النجتس الحين ما شاء الله، النجتس والبطاطا المقليه هذا والبيتزا طاغيه ما شاء الله على النظام الغذائي، هذا بعد ما يبالهم شغل يعني، لا يبالهم جاهزين جاهزين واسهل شيء ولذيذ واليال يحبه. فعودوا ان هالاشياء تكون موجوده بشكل يومي وتشاركون عيالكم في تناول هالاشياء. رقم ثلاثة، تقليل وقت الجلوس على الاجهزه اللوحيه، ممارسه الرياض، ما بقول رياض، اي نشاط. عيالنا للاسف ليش يمرضون وايد الحين؟ لان طول الوقت ياسين على الاجهزه ما يسوي شيء، بالتالي جهازه التنفسي يكون كسلان، قلبه اداءه ممكن يكون اقل من الطفل العادي اللي يتحرك. قللوا ساعات جلوسهم يا جماعه قدام الاجهزه اللوحيه لو انتم تبون. اللي ما تقول لك لا والله ما بطلع عشان ما يجيله كورونا، احنا نقول وديه الاماكن مفتوحه، خليه يتمشى، ياخذوا له دراجه، خذوا له سكوتر، خذوا لهم شيء، خليه يتحركون، قللوا وقت الاجهزه يا جماعه. ترى الذهاب في الهواء الطلق انه هو يبذل جهد يوسع الرئه عنده، يحسن عمل عضله القلب، وهذا اللي يحتاجه لو سمح الله اصيب باي مرض. لان المرض اللي يصيب الجسم شو يسوي؟ كيف يتعب الانسان لما يكون جهاز التنفسي غير قادر انه يزود جسم الاكسجين، والقلب غير قادر على ضخ هذا الاكسجين لباقي خلايا الجسم. فنقلل هذا الوقت ونزيد الوقت اللي احنا عيالنا يمارسوا فيه النشاط الرياضي. رقم أربعة، بما ان الاطفال ما شاء الله الشريحه الاكبر في المدرسه، انا انصح الامهات بخصوص تقويه المناعه تتواصل مع المدرسه، شو دور المدرسه ايضا في تقويه مناعه عيالهم، شو الاكل اللي يقدم في المدرسه، شو النشاط الرياضي اللي يقدم في المدرسه، هذه اشياء جدا مهمه. دور المعلمه في زرع اهميه تقويه المناعه بالاكل الصحي والرياضه في اطفالنا، هذا التعاون ترى جدا جميل. يعني الطفل في المدرسه يسمع نفس الكلام يسمعه في البيت، ما يروح المدرسه، المدرسه تقول ارض تاكل تفاح برتقال، يروح البيت لاقي امه تقول لا والله ما عندنا، ما في داعي تاكل، ايا كان الكلام. هذا التناغم اللي على مدار اليوم هو اللي يخلق طفل واعي وطفل صحته افضل. صحيح. دكتورة ندى، حديث جميل وشيق الحقيقة حول موضوع تقوية مناعة الأطفال. بننتقل معك خلال الثلاث دقائق المتبقية للحديث عن موضوع مرض كوفيد 19 العالمي. طبعا ازدادت الحاجة لتقوية المناعة، وانت تفضلتي دكتورة عن يعني بلغتي ان كيف ممكن ان نحن نحمي جهاز المناعة، وكيف يتم تقويته سواء من نمط الحياة او الأغذية الصحية او ممارسة النشاط الصحي السليم. نتحدث معك دكتورة عن مرض كوفيد 19 العالمي، وازدادت الحاجة له لتقوية المناعة في الوقت الحالي، كيف يتم حمايتنا أو حماية من هذا، وأيضا المحور الآخر من الحديث عن المتعافين من كورونا، كيف تعزيز مناعتهم أيضا. طبعا يتعافى من كورونا أو شيء تحمد له بالسلامة، الحمد لله الحمد لله عدت على خير وتعافيت. الآن وقت إن أنت تعوض التعب اللي صار خلال فترة الكورونا. وردا دائما أقول الكورونا حالة حالة أي مرض، يتعب الجسم ويجهد الجسم ويطلع يعني يحرق مخزونات الجسم اللي عندنا من فيتامينات من معادن من غيره. فلازم الفترة ما بعد الحجر الصحي لازم نشتغل على نفسنا. أنا دائما أقول للمرضى إن فترة الحجر لازم أنا أستفيد منها في تحسين عاداتي الصحية أو عاداتي الحياتية اليومية. يعني أحسن نومي، لأن ما في عذر يعني، وأنا في الحجر ما عندي عذر، أنا قاعد أنا أروح في هالغرفة، أعدل نومي، أعدل غذائي، والتليفون أنت نفسك والتليفون. وحتى يعني يعني كثير مرضى الكوفيد لما يطلعون يقول دكتورة ما كان عندي مكان أمارس رياضة. ليش ما في مكان؟ في ما شاء الله تمارين موجودة على وسائل التواصل، ممكن واحد يسويها في البيت. ممكن أنت إذا يعني أنت في بيتك، إذا أنت عندك حوش، ممكن تتمشى في الحوش من غير ما يكون حد معاك، تتمشى شوية يعني تغير جو وترد الغرفة مرة ثانية. إذا في ناس عندهم ما شاء الله ملاحق برا ممكن يتمشى ويرد. بس لازم أنت تكتسب العادات الصحية في الحجر، ما تتريع عقب ما تخلص من الحجر، ترد تمارس هالعادات، حافظ على نظام النوم أهم شيء، لأن الكوفيد حالة حي مرض ضغط على الجسم، تبا أنت تريح الجسم أو يرد مخزوناته بتحسين النوم، بالحفاظ على نظام حياة، نظام غذائي سليم. سلطك اليوم والفواكه في اليوم جدا جدا مهمة، تناول البيض واللبن والأجبان والألبان، هذه فيها كالسيوم تعزز مناعتكم وتعزز جهاز المناعة عندكم. أيضا ممارسة النشاط الرياضي، كونوا اجتماعيين، ترى مو بس جهاز المناعة ما يحتاج بس شيء جسدي، وحتى شيء نفسي، تفكير الإيجابي. أكيد أكيد.
يعطيك العافية دكتورة، والله مبدع ما شاء الله عليك. دكتورة ندى نجيب الملا، طبيب أخصائي أول مدير مركز ندى الحمر الصحي، سعيدين جدا بتواجدك معنا اليوم ومعلوماتك القيمة حول موضوع تقوية مناعة الأطفال والكبار. يعطيك ألف عافية دكتورة، أنت وفريق العمل المبدع معك، كل الشكر والتقدير. شكرا لك، ما قصرت. شكرا أخي عبد الله، الله يبارك فيك. شكرا دكتورة. ومستمعينا الأعزاء، من موضوع تقوية المناعة للأطفال والكبار وأهمية هذا الموضوع وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة اليوم قدمت لكم معلومات مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذة نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجين المبدعين المخرج الأستاذ وائل قواسمة وأيضا الأستاذ سعيد المر. وتقبلوا تحياتينا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.